هاي بنات، عاملين ايه النهاردة؟ هعمل لكم لوك اي شادو جديد، والنهاردة هيبقى على اورنج وبني وجولد، يعني الوان كلها تنفع للخريف. والنهاردة هستخدم الباليت بتاعتي من تارت اللي هي تارتيست برو باليت، لكن انتي مش لازم تستخدمي الباليت دي، ما تقيديش نفسك بنفس المنتجات اللي انا بستخدمها. زي ما بقول دايما، ممكن تبدليها بنفس الالوان من ماركات تانية ارخص او من اي حاجة عندك. هبدأ بفرشة مسطحة من ألف، وهاخد أول حاجة كالعادة. أنا لما ببدأ بفرشة مسطحة، وببدأ بلون بيزك قوي إن أنا أستخدمه كبيز للألوان التانية، لأني أنا النهاردة مستخدمة ماك بينت بوت اللي هو ده كبرايمر للعين. والماك بينت بوت او لو مستخدمه برايمر العين، ممكن تستخدمي كونسيلر. لو مستخدمه كونسيلر او الماك بينت بوت، يبقى انت لازم تعملي سيتنج للكلام ده. اي حاجه كريم او ليكويد لازم تعملي لها سيتنج. فانا هعمل لها سيتنج بايه؟ او عشان اثبتها والالوان التانية تدمج فيها، ببدأ دايما ببيز. البيز ده بختار ان هو حاجة تبقى قريبة جدا من لون بشرتي، فانا هاخد لون كده على سيمون او حاجة، وهبدأ أحطه على الجفن كله بس كبيز، مش بعمل بيه أي حاجة يعني. أنا أصلا أنا مش ببص للكاميرا، بس لازم أبص في المراية عشان أبقى شايفة كويس. تمام، أنا كده حطيته كبيز. أظن إن هو باين شوية بس مش قوي، لأن هو لون على بيج أكتر. دلوقتي بقى هبدأ أدخل في الألوان الأساسية اللي هستخدمها في اللوك ده. هبدأ بلون أبيض أو أوف وايت شوية، هستخدمه تحت الحاجب بالظبط عشان أنور بيه الحاجب، مع أني أورادي منوراه بكونسيلر بس عشان أثبت ده. وهاخد بنسل براش صغيرة كده، البنسل براش بيبقى شكلها عامل كده شبه سن القلم شوية، أو ممكن أي فرشة صغيرة عندك، او حتى صباعك، يعني لو انت بتعملي بصباعك عادي، كلنا بدأنا كده. هاخد ده وهحطه تحت الحاجب بالظبط. زي ما قلت هو لون اوف وايت، مش بيلمع مات. حطيت اللون الاوف وايت تحت الحاجب، بيدي شكل حلو قوي. اولا بيخلي الالوان كلها تبقى يعني مدموجه في بعض او تحت بعض، ما يبقاش في حته مثلا مفرغه ك سكين باين. وفي نفس الوقت بيرفع شكل الحاجب وبيدي شكل منور قوي تحت الحاجب، فده بالنسبه لي لون مهم. بعد كده هبدا باللون الانتقالي. اللون الانتقالي هاخد برضو لون شويه على سيمون اللي هو اللون ده، وهحطه بفرشة دمج كبيرة تحت بالظبط خط تحت بالظبط الخط اللي انا حطيته تحت الحاجب اللي هو الابيض، وهبدأ ادمجه لتحت كمان. هنزله لتحت لان هو لون انتقالي، بس المفروض عشان الالوان تبقى تحت بعض. الفرشة دي من ريل تكنيكس على فكرة، اول فرشة مسطحة كانت من الف، والبنسل بروش من مورفي. وتالت خطوة ان انا هاخد لون على اورنج وهحطه على الجفن المتحرك كله. شايفين اورنج ازاي؟ بحب اللوك ده جدا، يعني يعتبر my go to look، او اللوك اللي انا دايما ممكن اعمله بسهولة قوي هو اللوكس اللي على اورنج. بحب كمان شكلها عليا، كنت عاملة لوك قبل كده على اورنج بس كان كله مات، ما فيهوش حاجة بتلمع. ده هنحط فيه حاجة بتلمع. واخدت اللون فوق شوية لكسرة العين. اللوك التاني الاورنج كان باستخدام باليت انستازيا. فزي ما قلت، يعني اي حاجة عندك استخدميها
زي ما انت شايفة ممكن تجيبي اللوك بكذا باليت، يعني مش لازم نفس الباليت. هدخل بفرشة مسطحة ورفيعة، فرشة كونسيلر هي بس انا هستخدمها على العين عادي، يعني هياخد لون بني غامق وهحطه بس في كسرة العين هنا وحاجة بسيطة قوي من الجزء الخارجي من العين عشان اغمق شوية الدنيا عن كده. وهاخد الفرشة بلون بني كده وزي ما قلت هحطه هنا في كسرة العين. شكله دلوقتي غريب بس لسه هندمجه. بعد كده هدخل بفرشة دمج وابدأ ادمجه. هاخد فرشة دمج من سيجما وابدأ ادمج اللون البني ده في كسرة العين والاوتر كورنر الحتة اللي بره. حاجة بسيطة قوي. وهرجع تاني بالفرشة دي بحاجة بسيطة قوي من اللون البني فرشة الدمج دي هي E40 من سيجما، وعلى فكرة هي مش حلوة قوي ف مجبهاش يعني. بس هي صراحة خشنة قوي ومش حلوة في الدمج. هرجع بالبني تاني على ريل تكنيك صغيرة. ده لازم تحطي منه بالراحة قوي، يعني حتة حتة ما تزوديش من اول مرة، حطي خفيف وتبدأي تبني حاجة حاجة عشان ما يبصش منك وتدمجي بقى كتير. دمجته طبعا اخد وقت كتير قوي في الدمج، بس يعني لما تيجي تدمجي الاي شادو لازم تكوني صبورة قوي في الحتة دي. اخر حاجة هخش على العين من النص، وفي النص بس، مش يعني مش هحطه على الجفن المتحرك كله، في النص بس هاخد لون جولد على فرشة مسطحة. في الغالب الالوان اللي بتلمع بحب احطها بايدي، ما بحبش احطها بالفرشة. بس انا هرش برضو الفرشة بتاعتي بمثبة ميك اب عشان اللون يبقى اقوى. وهاخد لون جولد واحطه في نص الجفن بس. وانا بصور في النص وصلني الكونسيلر بتاع تارت اخيرا، كنتش عارفه الاقيه في اي حته. اعمل لكم سواتش سريع. اوف بصوا الابليكيتر كبير ازاي، ايه ده. ده اللون اللي انا جايبه اسمه لايت ساند، تقيل قوي. اوكي نرجع للاي شادو. حطيت في النص بس اللون الجولد، فبقى عندي جريدينت البني من بره، جولد في النص، والاورنج من جوه هو اللي باين. وهبدا اشتغل على خط الرموش التحتاني. لخط الرموش اللي تحت انا هاخد هدمج او همزج ما بين لونين، اللي هو اللون الاورنج اللي انا مستخدمه هنا واللون البني اللي في الاوتر كورنر. الشكل دلوقتي هديك حواريكم الشكل من قريب، بس لما اخلص الميك اب كله انا دلوقتي عايزه انضف تحت العين، فهنضف باستخدام التارت كونسيلر اللي لسه جالي. اخر حاجه بس ان انا هاجي في دخله العين وهستخدم نفس اللون تقريبا اللي انا مستخدماه على الجفن المتحرك. الكونسيلر عجبني قوي، منور قوي تحت العين، بس وانا بدمجه حاسه ناشف شويه، فلو انتي المنطقه اللي عندك تحت العين ناشفه ابعدي عنه تماما، يعني لان انا يعني ما يعتبرش ان انا المنطقه اللي عندي تحت العين ناشفه ومع ذلك كنت حاسه انها منشفه قوي.
هعيد برضو على اللون ده بلون شامبين كده، افتح منه شوية عشان يديني اكتر شوية. بس كده ده كل اللي هعمله بخصوص الاي شادو النهارده. هروح احط رموش وايلاينر وروج وارجع لكم. حطيت رموش ايلاينر وكحل اسود جوه العين، وحطيت على شفايفي روج بامبل من كولر بوب. ايه رايكم في اللوك؟ انا عجبني جدا. رموش اخدت وقت كتير قوي عشان تتحط النهارده، بجد عذبتني، بس الاوتكم واللوك النهائي عجبني قوي 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 النهارده. وحاسه ان كله الوان على اورنج وبنيات لل الاوتوم او الخريف. وبس كده يا بنات، اتمنى يكون اللوك عجبكم. دلوقتي هقرب للكاميرا عشان اوريكم اللوك من قريب.